مرحبا، انا دينا حمو ام زينة وفاروق خريم. طبعا زينة وفاروق هلا حاليا مشتركين ببرنامج اليوسيماس، زينة بليفل 4 وفاروق بليفل 1. انا حابه احكي عن الموضوع النفسي اللي بتعلق بشخصيه الطفل اللي انا لاحظت فيه تطور كبير عند ولادي. الولاد الصغار زيهم زي الكبار، ممكن يقلقوا وممكن يتوتروا، لانه في شيء اسمه تشايلد انكزايتي، وفي اطفال عندهم ستريس. فلما انت تعزز ثقته بنفسه وتحسس انه هو في عنده امكانيات ومتميز عن غيره، عم بتحاول تحل من هاي المشاكل بدرجة كبيرة. والإشي المهم ايضا اللي انا حسيته باليوسيماس انه هو برنامج رياضة للعقل، بيخلي الطفل يكتشف من قدراته ومواهبه اللي هو ما كان عارف انها موجودة عنده، وبالتالي اوتوماتيكيا يعني عم بتعزز ثقته بنفسه لما يشوف حاله صار في عنده سرعة بديهة وعم بقدر ينجز مهامه بوقت اقل، وبالتالي هو عم بيقوي في شخصيته وقد يعالج مشاكل ممكن يعاني منها الطفل، زي ما أنا أولادي كانوا يعانوا منها ويمكن في كتير منكم، اللي هي مشكلة الخجل عند الأطفال. جهودكم مشكورة يوسيماس من إدارة ومنهج وسياسة، وأكيد الشكر الكتير كبير لمعلماتكم المخلصات اللي عم بيقوموا بواجبهم على أكمل وجه. وأنا حابة أحكي أنه أنا كتير فخورة وسعيدة بإعطائي أنا الفرصة شخصياً للانضمام بهذا البرنامج، من قد ما أنا اقتنعت فيه وحبيته، وأنه حيكون في إلي دور صغير ضمن فريقكم الكبير في تطوير أولادنا. Thank you very much.